الحقيقه انا ممكن استوعب انه يعني في بنت ممكن تشتغل شغلانه صعبه، لكن الشغلانه بتاعت النهارده بتاعت دلوقتي دي هي مش بس صعبه، هي صعبه وغريبه، اول مره اصلا اسمع عنها، يعني ما كنتش اعرف ان في شغلانه كده. تسمعوا عن حاجه اسمها لحامه تحت الميه، حد بينزل تحت الميه يغطس ويقعد بقى يعيش يلحم في حاجات سفن وحديد وحاجات تحت الميه. سميه زيدان اهلا بيكي معايا. سميه مش بس لحامه تحت الميه، دي عندها 21 سنه. ده امتى الكلام ده وتعلمتي الكلام ده امتى، والمواقف اللي انت بتحكيها لي واللي انا قريتها عنك، ده انا متخيله انه هتدخلي واحده عندها 50 سنه بقى لها سنين بتحكي في حاجات اصلا يعني نفسي اتكرش وانا بسمعها. 21 سنه وغطستي كل العمق ده ولحمتي كل الحاجات دي ايه يا سميه؟ انت اصلا خريجه ايه؟ خريجه كليه تكنولوجيا قسم هندسه تكييف وتبريد اسكندريه. انت اسكندراني اصلا؟ اه طبعا. عشان كده الميه في دم. اكيد طبعا. بس قررتي قرري ايه الشغلانه دي يا بنتي؟ ايه يا ماما؟ هي يعني عشان حاجه مختلفه وحاجه يعني ان احنا نفتحوا مجال كتير يعني جديد للبنت المصريه انها تخشه. غير الطب غير الهندسه غير كل دوت، فده مجال كتير يعني مجال جديد احنا فتحناه، فاكيد غيرنا هيجي وغيرنا هيجي، وده فعلا اللي حصل دلوقتي. وبدانا ندربه، بدا بنات تدخل المجال بعدنا، وبنوته اسمها ايتن لسه متعلمه جديد، وبنتين من الامارات جم من حوالي شهرين. انت اللي مدرباه؟ اه انا وفريق العمل بتاعي طبعا. انا مساعد مدرب ومعايا مدربين. يعني انت الاول اتعلمتي الغطس، وبعد ما اتعلمتي الغطس اتعلمتي تلحمي حديد تحت الميه. ممكن تقعدي تلحمي في حاجه لمده قد ايه تحت الميه؟ وقت يعني حسب الجوب بياخد قد ايه، في حاجات كبيره بتاخد وقت، في حاجات صغيره. وقت اللي هو قد ايه يعني؟ مثلا اديني وقت كده، اديني مثلا 22 دقيقه 25 دقيقه، دي اقل حاجه طبعا. في حاجات تانية بتاخد وقت زي رفع المراكب طبعا، بتاخد لو مركب غرقانه بتاخد وقت تقطيع ورفعها. تنزلي ترفع المراكب؟ طبعا بتترفع بباراشوتات وب. وانت بتبقي من الفريق اللي موجود تحت؟ ايوه ببقى من ضمن طبعا. انا عايزه اوري للناس الفيديو بتاعها عشان يتخيلوا واحنا بنتكلم هي يعني بتعمل ايه. فيديو كله بقلله وحاجات كده ونار تحت الميه، ما فهمتش دي واحده ست، دي من عندنا، دي من حدانا من مصر. قالوا لي ممكن نشوف الفيديو مع بعض. البقاليل اهم حاجه، صوت البقاليل لو سمحت. عشان انا صوت البقاليل ايه ده؟ ده قطع بالاكسجين تحت الميه. بتقطعي بالاكسجين تحت الميه؟ وفي كاميرا نازله بتصوركم طبعا، لان دي حاجه طبعا بيبقى معانا كاميرات ده على طول. والكيرب اللي بنبقوا لابسينه ده بيبقى فيه وسيله اتصال بيننا وبين السطح، وساعات بيبقى متركب فيه كاميرات طبعا شايفين ان احنا بنعمل ايه. ده في الاعمال الكبيره. يعني انتوا كده كده من غير تصوير من غير حاجه لازم الكاميرا تبقى معاكم وبتصوركم وانتوا بتشتغلوا. ايوه طبعا. في حد بيتابعكم من فوق؟ طبعا في صوت، في يعني الخراطيم اللي متوصله دي، خرطوم متوصل بالصوت، وخرطوم بيديني الهواء من السطح. انت دي؟ والخرطوم بيديني هواء من السطح، وواحد اتصال بكلمهم يردوا عليا يقولوا لي بتعملي كل ايه. كل ده بتعمليه في نفس الوقت؟ ده انت جباره.